مش عنه. وفي ناس بتعيش وتموت بالدور، جايز فينا يطلع دي بمصعور عن ناس حواليه. حاضرا، رقم الهاتف المطلوب مغلق حاليا، يرجى إعادة المحاولة فيما بعد. حاضرا، رقم الهاتف المطلوب مغلق حاليا. مش وقت تقفلوا في التليفون ده، أعمل إيه دلوقتي؟ حاضرا، رقم الهاتف المطلوب مغلق حاليا، يرجى إعادة. يا فهد خير؟ انا عرفت مين اللي حرض على خطفي. مين يا فهد وعرفت منين؟ اسمه حمادة ومن رجالة نوح. تقتلوه ورجالة نوح كلها تموت. امرك مجاب يا شاب بيه، اعتبر رجالة نوح كلها تصفت. اما الرجالة نفذوا العملية دي دلوقتي. انا شاب بيه. صباح الخير يا دمنهور، عايزني فين؟ عاوزك في مصلحة معايا. مصلحة يا دمنهور؟ مصلحة كده تبع ناس سياحة، وعاوزك معايا. ده كده الشغل على تقيل. هي مصلحة تقيلة بس مش عاوزين فيها سلطان. تخش في الموضوع، المصلحة دي تبع الرئيس نوح، قصدنا فيها وعايزك مخصوص معايا. معاك يا دمنهور. الشغلة في عملية كده هنجيب فيها سلاح. العملية بسيطة بس عايزين تاخدك لها هتيجي مصر. تمام. طب دورنا يبقى ايه في العملية؟ انا طلبتك انت عشان انت احسن كونس. دورك انت في العملية هتأمن لنا المكان من عالي، واي غدر تعرف انت تعمل. تمام يا دمنهور، انا كده فهمت كل حاجه. رجعت يا فندم العمليه معايا؟ معايا. يا رجاله، ده عاوز يلا رجاله عشان في عمليه. عمليه يا فهد اللي جت فجأة دي؟ هنسفر رجاله ناحية عزاز. تمام يا فهد. عزام انت وحرس اتلعبوا المكنة على حمادة صفور، وانا وبيت الرجالة هنروح للدمنهور. تمام يا فهد، هنجهز السلاح وننفذ. تمام يا رجالة، جهزوا السلاح وتعالوا. تمام يا فهد.
وبعز الاحتياج لحب يضمنا.